واحد ما شكون هذا دخل الدار هذا المسخوط كاع ما بغا يتفاك معايا هذا حموده هذا المسخوط قاس السمكوله هيا باباك الليله المسخوط هذا راسي تو غنصحوا الليله في عظامو هذا وجه الجوع لها انا زوج جوع دوده وهذا انا الليله غادي نجي الليله غنطيح بلو هذا الليله غنهز السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو دير؟ كنحيد شنو دير في الكور؟ شنو عطاك هذه البقولة هنا؟ لقيتها. ها؟ لقيتها. خرج برا عليا. ما صدعتيني نتايا. واش هز على البلاصة كاع؟ ما الحاج بوسلام الله يحفظك. ما كان أبو سلامة يا أبو سلامة خرج برا. الله يحفظك. واش تخرج؟ إيش فيا ضربي عاد؟ خرج أنا نبغيك خرج واش غتاكل أولا؟ تاكل أنا مصدع علينا هذا واحد يضربك الناظر يطيب. يا خرج الجيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. كيداير اخويا حسن؟ كيداير حموده لاباس عليك؟ الحمد لله. مزيان. اليوم ما كتجري وسخفان. اوا نهار جريت وصافي. ايه والله مالك اذا نبدا نفس كده بس طالو بغيت تبدا خويا بس الله يسامح عرفنا مالا كاع ركب نتفعك واه خويا بغينا نصابوها من هنا ما بغاش تصور ها ركب تفعك بوحدك الدفاع لا يركب ركب نتفع سير الله 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 يرحم لك الوالدين الله ما تنزل لي على بس شوف ديرها دوزيام ايه واخا ديرها دوزيام ولا شتي راسك داير قول لي حبس لا لا عادي واش تك عيان جيت بسم الله يلا حموده ودفع مزيان ودفع مزيان يا حمود وطلق فرنامه وراه مطلوقه حموده واه محركتيهاش كاع وطلق فرنامه صافي واه راه طلق وطلق طلق طلق ها واش تي دابا والو حموده مال تسعد واش رجعت فيك الطوموبيل؟ لا لا مال؟ والو ودي تبان لي سخفان اصاحبي راه قبيله عاد شتك جيت تجري ماشي هو هذاك انت يا صاحبي وجري عليك شي واحد؟ لا ومالك شنو عندك صاحبي حالك سافرة وفمك اصاحبي شو كي داير مالك؟ والو انت قول لي مالك اصاحبي وكيفاش شنو عندك اصاحبي؟ شنو؟ الجوع الجوع؟ الجوع ويلي ما كليتش اليوم؟ كامل البارح ما كليتش مالك اصاحبي نو تنقلب الوليدات غير ما ياكل نوض نصابو الطوموبيل ويكون خير ان شاء الله نوض عيط صابو ان شاء الله يركب يركب نوض اصاحبي يركب 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 على حالتك اصاحبي ما كتبش تشوف الخير تشوف الطبيب اصاحبي كاين الماكله كاين كلشي مالك اصاحبي يا يا اصاحبي قول اصاحبي كلشي كاين ان شاء الله اصاحبي يجي يركب حل حل الكب واحد الكب اجي اجي دوز معايا الكابو واش كتحس اصاحبي الكابو واه حموده هضر اصاحبي باش كتحس مالك والو هضر معنا اصاحبي شنو عندك قول لي شنو عندك انا بحال ولدك اصاحبي شنو عندك وليداتي البارح زعما كل حسيتي ما تبكيش اصاحبي اصاحبي ما تبكيش اصاحبي واه ما تبكيش اصاحبي مالك اصاحبي راه كاين الحمد لله كلشي موجود اصاحبي ديالك غياكلو كلشي غيكون مزيان على حسابي اصاحبي وليدات ما تبكيش اصاحبي صافي تبكلوش دار كامل صافي يا صاحبي الله يودي انت راك بحال با صاحبي وحنا لا ما كليناش اصاحبي حنا راه غنطرنا بحال ما وقولها خاص هذاك شي حاجه قولها قلبت عليهم نهار كامل ما لقيتش راه عارف اللي كاين اصاحبي دابا راه كاين الناس مساكن اللي ما عندهمش وما كيقدروش يقولوا يعطيو انت راه عندك عزة نفس ولكن حتى جيتي شي حاجه قولها قولها صاحبي خل نصافوها وغنكون معاك ان شاء الله فولشي غيكون صاحبي حمود الله يودي دير مني عندك شويه حق دار قالوا لي تعرف الطوموبيله شويه كنعرف اخويا شكون راه يخدمك ما تمشي كيشوفوا حالتك ما كيشوفوش شنو عندك دابا ان شاء الله دابا ان شاء الله شو انا ندبر لخويا لا خدمه انا كلشي معاك انا معاك حمو كيشوفوا حالتي كون تحكروني ما كاينش اللي حكر دابا فاقر ما عمره ما يتحكر حتى الراجل ما تتحكرش فيه ما يمشي يحفر كلشي يكون مزيان يلا لا صاوبتي انا على حسابي يا سيدي غنضحك وتفرح يلا ربي يخليك يلا سير عمي بارك ركبت معاك بلاتي تنقول لك محمد راه حموده شنو بالك بلاتي
عثمان وي. انزل انزل وانت شفتي نصل هذا نصل ولي ركب سير ركب الله يحفظك اودي يا حموده الزين باش نقول لك ضرب ضرب بلاتي سير ومن صباح انا نضرب معهم غادي ما راهش انت يا انت راه تخدم شي ميكانيك واعر انت تخصك تخدم لا يخدمك اخويا كاين ان شاء الله شو على حسابي انا نقلب لك فين تخدم انا نقلب لخويا فين كلشي ان شاء الله وتعيش الوليدات ديال الله اخي الله يا ودي عمود كوناني اكيد ان شاء الله تاكل معايا غدير الوليدات ديالك ياكلوا كلشي مزيان الله يا ودي بارك الله يا ودي حمود ضربها بعدا ضرب ضرب شوف انا نسد سير ضرب عندك عندك راسك فين فين هنا حمود هنا سير ضرب ودي حمود عندنا ميكانيك في الدوار وحنا قاصين نقلبوا مزيان حموده الله يعرضك السلامه الله يحفظك سلامه اخويا هادشي معايا فين غتمشي لا 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 الله يا ودي لا 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 فين غتمشي نمشي للدار اركبت معايا لا لا غادي نمشي للدار الله يحفظك الله يحفظك وقلتي لي دابا ما واكلش ولادك ما واكلش لا لا يحفظك الله غنمشي للدار وفين الشاشه ديالي لا لا نمشي للدار الله يحفظك الصباح شنو ميدات راه ما شفتهم شي يومين هادي الله يحفظك اجي اسمع لا لا يومين هادي ما شفتش الميدات الله يحفظك لا حول ولا قوه الا بالله ليلى كيف جات ليلى ها مشكله هذه السلام عليكم السلام لا 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 حمودة رجع فطوم اللي ساكن الليل واش فطوم ديالنا ايه راجل صفطو راجل هو اللي مسكنها وني ونوضها وديما راها وبقى معايا وتدفع وطاح لي السخفه انا كنسحب زدت فيه الطوموبيل وسخف واحد السخفه وتنقول له مالك مالك واش كاين قال لك يومين ما واكلها ولا ولاد مسكين وما عندي مال ما عاد باش ياكل اي قال لك يومين ما كلاش وتيبكي واحد الحاله مسكين هذاك حمود اصيق جيب هذا واش هذاك صور ومالو ما هو هو وقال لك تبارك الله معلم هو معلم قال لك معلم في هذيك الحاله قاعد خدمت وكاع مشي رقا كاع ما عرفتش الله يحسن العون با قول الله يحسن العون وخاص الله يحسن العون بحرفتي مشي يخدم الله يهديك الوالد الله يهديك الوالد الله يهديك ايه زعما راك حاج وكتعرف ما بين حاج مشي يخدم على راسو واسي والسيد مسكين ما بحال معلم هو راه معلم مشي يخدم راه كنت صابر راه انت با تقلب له انت تعاون واصاحبي الله يهديك هو مسكين هو علاش عاوني يلاه وعارفني ولدك وجاعه هما اللي معلم يسالطهم ولا باش يخدم على راسهم دير معلم قول الله يذوب له وقال قاس 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 بشو ما قال الوالد الله يرضي عليه راسي خربط كيداي